السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aujourd'hui, on va expliquer le cycle de Carnot. إذا pour expliquer le cycle de Carnot, أنا عطاتو على خدمت بواحد نقولو موتور باش نقدر نشرح لكم السيكل دو كارنوت من خلاله. غادي نشوفو كيفاش كنحددو لو غوندمون ديالو ونستافدو من هاد الدياغرام ديالو. إذا هنا إلا خدمنا مثلا هنا داك المثال اللي شرحتو في البارتي اللي فات، اعتبرت هنا مثلا عندي واحد البيستون وهنا واحد الغو واحد الربيضة. إذا غادي نعتبر أنه في ليطا إنيسيال أ غادي نقوم بواحد كيس سي. إذا غادي ندير واحد كيس سي، غادي نعطي واحد لا شالور. إذا وهاديك لا شالور غادي تسبب ليا فواحد ليطا، غادي تسبب ليا واحد لا ديلاتاسيون دو غاز. مزيان، إذا في هاد الحالة وحنا كنعطيو كيشو لهاد الحالة، أش كنلاحظو؟ كنلاحظو أن الفولين كيتزاد، وبيان سيغ لابريسيون كيفاش غادي تكون؟ غادي تكون كتنقص، وبالطبع هنا في هاد الحالة غادي نعتبرو أننا خدامين إيزوتيرم، بويسك أنه لا تمبيراتور ريست كونستون، يعني بحال إلا مثلا نقولو درنا واحد سخنا مثلا على 100 درجة، و100 درجة هي فيكس ولكن لا شالور كتزاد. وبالتالي ملي كتزاد مع الوقت كيسبب واحد لا ديلاتاسيون دو غاز. اذا في هذه الحاله باش نقولوا انه بدينا من هنا مثلا نعتبروا ان هذه هي ا، اش غيطرا؟ غادي نعتبروا ان واحد نقطه الوصول غادي تكون هنا هي بي. اذا بويسك انه الفوليم كيتزاد ولا بريسيون كتنقص، اذا غادي نعتبر بي هنايا. وغادي نقول مثلا عندي هاد لا ديتوند لي شفناها اصلا سابقا ملي كنا كنشرحو هاد الدياغرامات في البدايات ديال لي شابيتر. غادي نقولو بي هي يعني. وغادي نقولو عندنا واحد الباساج من ا حتى لبي. بيان سيغ واحد اللحظة خصنا نحيدو كيشو، وصلنا لواحد المرحلة صافي البيستون ستة لافان، دونك اون إليمين كيشو. إذا ملي كندير إليميناسيون ديال كيشو كيكون عندي في هاد الحالة ترانسفورماسيون أدياباتيك، حيت حيدنا نيكزيست با اوكين شالور. اذا حنا عارفين ان بالنسبه للاديابيتيك كتكون دايره كي بحال ايزوتيرم، غير هي كتكون مهوده شويه مزيان. اذا غادي نعتبروها بحال هكا، نسميو هنا نقطه الوصول هي سي. من بعد كنديرو كيف خوات. اذا ملي حيدنا كيشو اش كنديرو من بعد؟ كنديرو كيف خوات. اذا وهاد كيف خوات كيسبب واحد الضغط ديال واحد الغاز، والبيستون كيبدا يرجع كيرجع كيرجع. اذا في هذه الحاله كيكون عندي واحد لا كومبريسيون، الفوليم كينقص والبريسيون كتزاد، وكنعتبروا ان لا ترانسفورماسيون ايزوتيرم في هذه الحاله هذه كذلك. اذا غادي يكون كي بحال هكا، غير هو العكس السهم طالع. اذا غادي نقولوا مثلا اذا كانت سي نعتبروا انه في هذه الحاله نقطه دي كاينه هنا، حيت ان الفوليم كيتزاد و الفوليم باردون كينقص، لاحظوا، والبريسيون كطلع. اذا غادي نقولو داير بحال هكا. اذا نحاول نرسم لكم بشكل واضح بحال هكا. اذا ها هو داز لينا ترانسفورماسيون بي ثم سي دي. اذا غادي نحيدو عاوتاني كيف خوات. اذا الى حيدنا واحد كيف خوات بون اشنو كيوقع؟ كنقولو عندنا هنا ترانسفورماسيون اديابيتيك. اذا وكيكون واحد باساج شويه بشويه، يعني لا بريسيون كطلع والفولين كينقص ولكن بواحد شويه بواحد البطء. اذا في هذه الحاله كيكون عندي ترانسفورماسيون ادياباتيك. اذا غادي نقولوا انه عندي دو ترانسفورماسيون ايزوتيرم، اللي هو هنا ايزوتيرم، وعندي واحد لا ترانسفورماسيون ايزوتيرم. اذا هادو باينه. ثم عندي هنا ادياباتيك، ثم هنا اديوباتيك، وهذه هي السيكل دو كارنوت اللي خصنا نستغلوها باش نعرفو كيفاش نحسبو بزاف ديال الاشياء. ما نساوش واحد القضيه مهمه، انه بالنسبه للشغل بحال شالور، يعني ملي كيكون الشغل اصغر من الصفر كنقولو هاد السيستيم فوغني لو طرافاي، كنقولو فوغني لو طرافاي. وملي كيكون عندي دوبل في اكبر من الصفر كنقولو سي دي العكس. اذا هادي كنتفكروها، ولا ميم شوز حتى
بالنسبه للشاروخ. اذا هادو ضروري تعقلوا عليهم، ضروري تعقلوا عليهم هادو باش تفهموا هاد المسائل اللي شرحت حتى في الفيديو السابق. اذا الان ملي رسمنا السيكل دو كارنوت راه تعرفوا على بزاف ديال الاشياء، اشنو كيوقع في لي باساج ما بين ال بي من بي سي ومن سي دي ومن تي. اذا نفترض انه هنا مثلا بنحسب لو روندمون في هذا السيكل، اذا قلنا ان لو روندمون كيساوي ليا هنايا موان دوبل في سيغ كوا سيغ كيس. اذا هنا ليتيل هو دوبل في، دوبل في انفيريور ا زيرو. اذا كنديرو موان دوبل في، اشنو فورينا هنا البدايه كنديرو كيشوف في حاله الموتور، وبيان سيغ هنا خصنا دوبل في ديال السيكل كلها باش نقدروا نلقاو. اذا يعني خصني الشغل من ال بي، الشغل من سي بي سي، والشغل من سي دي، والشغل من دي ل ا. اذا باش تقدروا تفهموا هاد المسائل مزيان غادي نشرحوا اشنو كيوقع ليا من ال بي. اذا غادي نبداو بعدا من ال بي. اذا كتبوا ليا ترانسفورماسيون من ا اضرب لي كريون. اذا هنا غادي ترانسفورماسيون، ترانسفورماسيون من ا. اذا حنا عارفين ان هذيك لا ترانسفورماسيون كي دايره دايره ايزوتير، ايزوتير باردون. اذا كاين عندنا لو طرافاي ايزوتير. اذا تو دابور باش نلقى هاد لو طرافاي خصني نحدد هنا لو باش نلقى هاد لو طرافاي خصني نحدد لينيرجي لي خصنا نتذكروها جيدا، انها دلتا اي كتساوي ليا سي في في دلتا تي، وفي هاد الحاله هادي تكون كتساوي ليا لينيرجي صفر. بون اذا غادي تكون عندنا هنا دوبل في كتساوي ليا موان كي سي اون رابيل بيان بويسك عندنا ترانسفورماسيون ايزوتيرم. اذا هنا عندي انا دوبل في حيت هادشي كيساوي صفر وكيساوي ليا دوبل في بلس كي. اذا دوبل في كتساوي ليا موان كي. اذا هنا عندنا هنايا دوبل في ديال ا بي، تذكروها مزيان دوبل في ديال ا بي. اذا كتساوي ليا سي جو رابيل ان ار تي لوغ ديال في 2 سير في 1. اذا هادي هو الشغل، غادي نقولو بيان سيغ موان موان ان ار تي لوغ في 2 سير في 1 بويسك لا شالوغ حتى هي من ال بي غادي تكون موان دوبل في، وبالتالي غادي تكون ان ار تي لوغ ديال في 2 موان في 1. اذا في 1 في 2 بيان سيغ هنا من الاحسن نخدم بهاد باش يبان ليكم مزيان، نخدم في ا غنخدم هنايا ب في ا، وهنايا ب في دي، وهنايا ب في بي، وهنايا ب في سي باش ما يكونش عندنا اشكال هنا في المعطيات. اذا هادي نقولو من ا حتى ل بي، اذا في بي سير في ا، في بي سير في ا. اذا هنا حددت شنو، حددت الشغل، كذلك هنا حددت كذلك لا شالوغ. اذا هادي هي الحاله بالنسبه للترانسفورماسيون من ا ل بي. نقدروا نستنتجوا كذلك ترانسفورماسيون من سي ل دي، ولكن نمشيو بدقه دقه باش نقدروا نفهموا هاد المسائل هادي. اذا ندوزو الان ترانسفورماسيون، ترانسفورماسيون، ترانسفورماسيون من بي ل سي، من بي ل سي. اذا ترانسفورماسيون بي ل سي، اذا حنا عارفين انه عندنا هنا ترانسفورماسيون اديابوتيك، دونك في هاد الحالة كي بي سي، كي بي سي، إذا غادي شنو سميناه بعدا كي أ بي، دونك كي بي سي إيكالا زيرو، كيبقى لينا دابا الشغل. إذا دابخي لا بخوميييغ لوا دو جول، حنا عارفين أن دلتا إي أشنو كتساوي لي، كتساوي لي دوبل في بليس كي بليس إيكال سي في دلتا تي. إذا حنا هاد كي في هاد الحالة كتساوي ليا صفر، حيت عندي أديابوتيك، كيبقى ليا الشغل، الشغل ديال بي سي كيساوي ليا سي في تي بي باردون تي سي موان تي بي. اذا هنا هاني لقيت الشغل في هذه الحاله. يمكن لي نستنتج بزاف العلاقات هنايا، كذلك بي بي في بي اوس غاما ايغال بي سي في سي اوس غاما، واضح. اذا هذا الشيء باين ما محتاج نهضروا عليه بزاف. يمكن لينا كذلك نخرجوا تي بي في بي اوس غاما موان زان إيغال تي بي في بي على بويسونس غاما موان زاد. إذا بزاف لي غولاسيون لي غنخرجو هنا، أعتبر أنني فقط خدام هنايا باش نبين ليكم الشغل.
اللي كيهمني و لا كونتيتي دو شالو. اذا هاني لقيت ديطاتي، هاني لقيت الشغل، وهاني لقيت لا شالو ديالي اللي كنقلب عليها. ندوزو دابا للترانسفورماسيون سي تي. اذا هاني كنوريكم غير مثال بسيط باش اي تمرين لقيتو في السيكل دو كارنو تعرفوا كيفاش تخدموا فيه مزيان. اذا سي ال تي، اذا هنا غادي يكون عندي لا ميم شوز بويسك ايزوتيرم. اذا غادي نقول ان دبليو ديال سي دي ايتيغال كوا، ايتيغال موان ان ار تي، وهنا عندي اللوغ ديال في دي على في سي. اذا حيت يعني هنايا فرضوا هنا الفليش داير هكا استسمح. اذا في دي سير في سي، اذا في دي سير في سي، وكذلك لا شالور في هذه الحاله كونتيتي دو شالور سي دي كتساوي ليا ان ار تي لوغ ديال في دي سير في سي. اي اونفان ترانسفورماسيون دي ا، حنا رجعنا لبلاصتنا. اذا ترانسفورماسيون دي ا، ترانسفورماسيون دي ا، جيسبيغ كو توت كلير ومتبعين معايا. ترانسفورماسيون دي ا، دايرا بحال ترانسفورماسيون بي سي. اذا كي دي ا ايكال ا زيرو، كي دي ا، كي دي ا ايكال ا زيرو، كتبقى ليا دبليو الشغل، شغل دي ا ايغال سي في تي دي موان تي ا. اذا هادشي كلشي واضح. اذا بغيت انايا الشغل ديال السيكل، اذا بغيت انا الشغل ديال السيكل، هاد تو سامبلومون هو لا صوم ديال كلشي الاشغال، يعني ا بي بلس ترافاي ديال بي سي بلس ترافاي ديال سي دي بلس ترافاي ديال دي ا. كذلك هنايا الى بغيت الشغل كلشي ديال السيكل، اذا السيكل هو كيساوي ليا كي ا بي بليس كي بي سي بليس كي سي دي بليس كي دي ا. اذا في هذه الحاله ما نساش انه عندي هاد جوج اديابتيك، بي سي ايغال ا زيرو و دي ا ايغال ا زيرو. اذا كيبقى ليا كي ا بي بليس كي سي دي. نقدر ديك الساعه نستغل لا صوم ديال هاد الشغل باش نلقى باش نلقى طبعا لو غوندمون ديال السيكل الى بغيناه. لا في بار دو طون ملي كنبغي نحسب انايا دلتا اي، يعني هنايا ملي غادي نبغي نجمع هاد دبليو في ديال السيكل ونعوض كلشي بالمعطيات ديالو بليس كي ديال السيكل، خصني نلقى زيرو اي ديال السيكل، اللي خرج ديال السيكل كلها خصني نلقاها زيرو. اذا هذا هو كلشي، نتمنى انكم تكونوا تبعتوا معايا مزيان. صراحه الامر شويه مرهق نظرا لان الوقت عندي مشحون، ولكن كنحاول ندير اللي في جهدنا باش نوفر لكم هذه المسائل قبل الوقت. دمتم عافيه، تهلاو ليا، ونتلاقاو ان شاء الله في التمارين. السلام عليكم.